السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم وحلقة جديدة من سفراء الرسول. الأمانة، يا ترى أخبارنا إيه مع الأمانة؟ هل إحنا بنراعي الأمانة اللي موجودة في قلوبنا اللي هي بنسميها الضمير الحي؟ أنا عندي ضمير، فضميري بيبان في شغلي، فعندي إتقان وإحسان. أنا عندي أمانة في تربية أولادي وعندي مسؤولية. أنا عندي أمانة في التعامل مع الناس ماديا أو معنويا. أنا عندي أمانة في حياتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين. الأمانة اللي بقت غايبة، الودايع اللي بقت تتاخد من الناس، إن كل واحد يودعك سره بكلمة أو بمال وممكن ما تردولوش الفلوس أو تكشف سره، يبقى أنت مش أمين. الأمانة المهمة جدا في حياتنا. ربنا عز وجل وصف كتير جدا من الأنبياء، إني لكم رسول أمين، رسول أمين. ولذلك الوحي يسمى أمين الوحي جبريل، نزل به الروح الأمين. الأمانة التي لا تزيد ولا تقل عن الشيء اللي انطلب منك، ينزل القرآن يوصل زي ما هو، أتمنك على شيء يتنيه زي ما هو. إذن الأمانة الحفاظ على الشيء من غير زيادة أو من غير نقصان، والحفاظ عليه شرط من شروط قوة الأمانة. إحنا معنا تقرير هنطلع نشوفه ونرجع نكمل في سفراء الأمانة، فخليكم معنا، لسه عندنا كلام كتير. هل الأمانة من وجهة نظر حضرتك في المال فقط؟ لا، في كل حاجة. يعني لازم الأمانة دي تبقى في كل شيء، مش في المال بس. يعني لازم يكون الإنسان أمين في كل حاجة، في عمله، في تصرفاته مع الآخرين، يعني في كل حاجة لازم نكون أمناء عليها. إنما مش في المال بس. يعني ممكن أكون مثلا أمين في عملي، أمين على بلدي. الأمانة في كل شيء، أمانة في المعاملة، في المال، في الدين، في الصداقة، في كل شيء. لا، المال وكل حاجة، كل حاجة، حتى الكلمة برضو أمانة، الكلمة أمانة، كل حاجة أمانة. لا يا فندم، طبعا الأمانة دي أكتر حاجة ربنا وصلنا عليها، إن هنا حتى مذكور في القرآن إن عرض الأمانة على السماوات والأرض فرفضوها وحملها الإنسان. فالأمانة عندنا مش في المال بس، حتى في الأخلاق، في التعاملات، في كل حاجة. لا طبعا، في كل حاجة الأمانة، في الوطن، الأمانة في الشغل، الأمانة في العمل، الأمانة في الفلوس، حاجات كتيرة طبعا فيها الأمانة. في كل حاجة طبعا، كل حاجة الأمانة. الواحد يعني مسؤول عن أسرته، رئيس مسؤول عن الدولة، وزير مسؤول عن الحوالي تحتيه، كله أمانة، مش مسؤول مش فلوس بس، عن كل حاجة. الأمانة اتكلم عليها الله، ان احنا نكون أمناء. أمناء محددش، الأمانة في كل شيء، في عملك، مع تربية أولادك، مع علاقتك من ربنا، ان انت تكوني أمينة مش هتتحكي عليه. هو عارف ان اللي جواكي بيدور ايه، وهو يعرف ما في الصدور. لا طبعا، هي مش في المال بس، انما في الشغل، في بيتي، حياتي كلها الأمانة. ودي لازم وضروري، لان مكانتش الأمانة مكانتش الحياة مش صح. يعني حضرتك ممكن تاخد حاجة مش من حقك؟ لا طبعا تبقى خسة. يعني بأمارتي دي أمانة، حاجة مش بتاعتي يبقى مش بتاعتي. لا 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 طبعا، حرام طبعا، ما ينفعش طبعا. حد مديني حاجة دي أمانة، دي ما ينفعش. يعني هيبقى صعب جدا، صعب جدا. ما ده أول حاجة في بنود الأمانة فرطنا فيها. لا ما خدهاش، حاجة مش بتاعتي ما خدهاش. طول الليل مش هيجيلي نوم، لازم أرجعها لصاحبها. إزاي نطبق مفهوم الأمانة في حياتنا؟ والله هي تتطبق بقى بإن الناس كلها تكون أمناء، يعني يعرفوا إن في حساب، إن في ربنا هيحاسب. ده من النشأ، إن إحنا نربي الناشئ على القيم والمبادئ اللي احنا تورثناها من الكبار، والدين الاسلامي بينص على كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو احنا اتبعنا السنه واتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنطبق كل حاجه فعلا كما انزلت. لازم يعني رجال الدين يشتغلوا شويه، يبقى في مفهوم للدين، عشان انا افهم يعني حلال وحرام، لازم افهم الدين. غير فهم الدين مش هينفع. يعني بفهمه لاولادي، بفهمه، بعلمه لهم ازاي الامانه، ان انت تكون عندك امانه حتى في شغلك، حتى مع اصدقائك، حتى في المدرسه. لازم الامانه تعلميها لاولادك، عشان بعد كده هم كمان يطلعوا عندهم مبادئ كمان وامان.
العلماء بيقسموا الأمانة ثلاث حاجات. النوع الأول اللي نكر أو أنكر الأمانة ظاهرا وباطنا. الأمانة هنا قد بتأتي بمعنى الدين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهم بيقولوا الأمانة أو الدين، خلاص الأمانة دي في ناس أنكروها ظاهرا بأفعالهم وباطنا بقلوبهم زي المشركين كده، وفي ناس تانيين أنكروها باطنا يعني من قلوبهم مش عاجبهم مش راضيين ولكن يفعلوها ظاهرا، ودول المنافقين. أما المؤمنين فهم عندهم أمانة في الظاهر وفي الباطن، فهم مؤتمنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الإنسان لما حملها هو مكرم بيها، ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم يزداد بحمل الأمانة اللي هي الإسلام. إنما الإنسان اللي لا يحمل الأمانة وينكرها ويخونها يبقى إذن ظلوم وجهول. ظلوم إنه ظلم نفسه لأنه ما حملش الأمانة وظلم الناس اللي معاه، أو ظلم نفسه أولا، والحاجة التانية إنه جهول لا يعني ولا يفهم ولا يدرك قدر الأمانة التي يحملها وهي الدين وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الأمانة حافظين قصة بائعة اللبن اللي خدناها في إعدادي ولا في ابتدائي، حافظينها، ولكن هل احنا واخدين بالنا؟ إن لم يكن الناس يرونا فإن الله عز وجل يرانا. هل احنا عندنا أمانة للدرجة دي؟ هل أنا عندي أمانة مع نفسي إن أنا حافظ عليها؟ هل أنا عندي أمانة في تعاملي مع ربنا لما صلي أخشع ويبقى عندي خشية؟ هل عندي أمانة في التعامل مع القرآن أحاول أطبق أحكامه وأتمم تشريعاته؟ هل أنا عندي أمانة في شغلي، عندي ضمير، عندي إتقان، عندي إحسان؟ هل عندي أمانة في تربية أولادي، في معاملة زوجتي وجيراني، في معاملة كل الناس؟ هل أنا فعلا عندي أمانة ولا لأ؟ هنطلع لفاصل هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنرجع نكمل في سفراء الأمانة، فخليكم معنا لسه عندنا كلام كتير. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في سفراء رسول. طيب سفراء الأمانة، تعالوا نحكي بعض المواقف علشان نشوف الأمانة لحد فين. سيدنا عثمان بن عفان بيحكي لنا قصة، بيقول لنا كان فيه يوم صائف وشديد الحر، يوم شديد الحر، فوجدنا رجلا أمامه إبل، فيه شوية إبل موجودين قدامه، وراجل جاي بعفرة وفي عز الحر وفي عز الرمل. فسيدنا عثمان بيسأل هو مين اللي جاي ده، بيسأل من الخيمة بتاعته من البيت بتاعه لأن الجو حر جدا. فبعد شوية قرب عليهم اللي جاي ببعض الإبل، فلقوا سيدنا عمر بن الخطاب، فقال يا عمر أتخرج الآن؟ أنت طالع دلوقتي في عز الحر؟ حتى سيدنا عثمان لما جه يتكلم معاه وطلع وجهه من البيت أصابه الحر، فرجع تاني اتكلم من الجنب كده، من جنب الشباك زي ما بنقول يعني، فاتكلم مع سيدنا عمر، قال أتخرج الآن في هذا اليوم الصائف الشديد الحر؟ فقال سيدنا عمر إن إبلا من إبل الصدقة قد ضلت. في ناس كانوا واخدين إبل الصدقة ورايحين بيها ليه يعني المكان بيتصدقوا فيه بقى وكلام زي كده، فالإبل دي ضلت منهم، تاهت منهم، فإنني أتيت بها لأنني أخشى أن أحاسب عليها أمام الله. أنا هحصلهم بيها حتى لو كان الجو حر، لأن أنا هتحاسب عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. فقال سيدنا عثمان هلم إلى الظل والماء، طب تعالى ريح شوية بقى روح تاني. فقال ادخل يا عثمان فإنني أخشى أن أسأل عنهم يوم القيامة. فقال سيدنا عثمان من أراد أن ينظر إلى رجل أمين عادل فلينظر إلى هذا الرجل. اللي عاوز يشوف الأمين العادل فينظر إلى سيدنا عمر. ده معنى مهم جدا، الأمانة لازم يبقى عندي أمانة وعندي ضمير صاحي، ما جيش أقول على قدها أو عديها أو معلشي أو بعدين. طب وبعدين؟ بعدين هنتقابل عند ربنا سبحانه وتعالى، بعدين في كتاب مكتوب فيه كل حاجة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سيدنا علي بن أبي طالب يجد بنته لابسة عقد في العيد، فيسألها العقد ده منين؟ فتقول له ده أنا خدته من بيت مال المسلمين، أنا خدته عيد بيه في عيد الأضحى ورجعه تاني. فيبعت سيدنا علي بن أبي طالب يبعت لرافع، رافع ده كان هو خادم بيت مال المسلمين، فيجي رافع فيقول له سيدنا علي لماذا أعطيتها؟ أنت ليه اديتها العقد ده؟ فقال يا أمير المؤمنين إنها أقسمت أن ترده علي
خلال ثلاث ده هتبقى هتديهولي تاني بعد ثلاث ايام. فقال واذا لم يكن معها ديته طب لو ضاع منها هجيب لك فلوسه منين؟ فقال رافع لا اعلم. فقال سيدنا علي بن ابي طالب يا رافع ويلك ان فعلتها مره اخرى، اياك تعمل كده تاني. ده فبيقولوا ده بنتك يعني، اياك تعمل كده تاني يا رافع اتخون المسلمين، انت بتخون المسلمين. فسيدنا رافع اتخض يعني انا مش بخون المسلمين؟ قال انك بذلك تخون المسلمين، انت كده بتخونهم، انت كده مش قد الامانه. العقد ده مش العقد ده مش بتاعها، والعقد ده مش بتاع حد، العقد ده في بيت مال المسلمين. يبقى اذا علشان يطلع يبقى الكل نساء المسلمين. يبقى اذا انت ليه بتديه لبنتي ولا عشان هي بنت الخليفه او بنت في وقتها بقى بنت سيدنا علي بن ابي طالب؟ فرفض ورجع العقد تاني ونادى البنت فقالت يا أبتي إنني ابنتك، ده أنا بنتك وأردت أن أقضي فيه عيد الأضحى، أنا كنت عايز أعيد بيه. فقال لها لا تذهبي بنفسك، ما تشوفيش نفسك إن أنت بنت علي ولا غيره، لا تذهبي بنفسك، أو كل نساء المهاجرين والأنصار عندهم مثل هذا العقد؟ كل نساء المسلمين من المهاجرين والأنصار عندهم عقد زيه؟ قالت لا. قال إذن لن يكون عندك، وانت زيهم، انت مش احسن منهم. الامانه هنا يقول له اتخون المسلمين، وسيدنا عمر يقول لا ده انا خايف ربنا يحاسبني عليها. طب انت مش خايف ربنا يحاسبك على اولادك اللي اهملت تربيتهم؟ مش خايف ربنا يحاسبك على الامانه اللي انت ضيعتها لما حد استأمنك عليها؟ مش خايف كمان على الامانه اللي ربنا اديها لك جواك هي نفسك اللي انت يعني حطيتها في المعاصي والشهوات والمشاكل؟ مش خايف على نفسك وعلى قلبك من الامانه اللي ربنا اديها لك وانت بتفرط فيها؟ مش خايف على الامانه اللي ربنا قال لك حافظ عليها زي ورث او زي فلوس وانت ظلمت الناس فيها او خدت منهم حقهم؟ إذن الأمانة، سفراء الأمانة، لازم كل واحد مننا يكون عنده أمانة علشان نقدر نعيش، علشان نقدر نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يلقب بالصادق الأمين رغم شدة كفر أبو جهل وغيره، أبو سفيان وغيره، ولكن كان يضع الأمانات بتاعته أو الأمانات بتاعتهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأتمنوه مهما كان السبب ومهما كانت المشكلة، يأتمنوا النبي على كل حاجة رغم أن هم أعداء ليه، ولكن النبي لا يخون الأمانة لأنه صادق الأمين. فلذلك احنا لازم نتعلم المعاني دي كاملة. موقف كمان، سيدنا معيقيب، اسمه كان غريب شوية، سيدنا معيقيب ده كان خازن بيت مال المسلمين في عهد سيدنا عمر. فسيدنا معيقيب ده كان بيخدم في بيت مال المسلمين، فهو بيكنس بيت مال المسلمين، لقى درهم واقع، فلما درهم ده كان واقع خده واداه، وكان قبله سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، لان ده كان في عهد سيدنا امير المؤمنين عمر. فلما قابل سيدنا عبد الله اداله الدرهم قال له خده، فلما خده سيدنا عبد الله كان معاه درهم، فسيدنا عمر شافه فقال يا عبد الله من اين هذا؟ مين اللي ادالك ده؟ فقال اعطاه لي معيقيب. طب هو ادهولك بمناسبه ايه؟ ما اعرفش. فبعت لمعيقيب قال يا معيقيب أتظلم مال المسلمين؟ أنت بتظلم فلوس الناس؟ فقال لا يا أمير المؤمنين. قال لما أعطيته؟ أنت ليه اديته؟ فقال له ده أنا بكنس فلقيت درهم فديته له. فقال له يا معيقيب أتريد أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على درهم؟ أنت عايز أمة المسلمين تجي لي يوم القيامة، المسلمين اللي عايشين دول دلوقتي يجوا لي يوم القيامة يتخاصموا معايا قدام ربنا عز وجل إن أنا خدت درهم لابني لا يحل ليا؟ أنت عاوزهم يتخاصموا قدام ربنا معايا على درهم لا يحل ليا؟ آه، الأمانة. الأمانة اللي لازم نتعلمها من أول وجديد. نبني على اللي فات ونكمل اللي جاي. الأمانة في شغلنا يعني الضمير والإحسان والإتقان. الأمانة في تربية الأولاد يعني تحمل المسؤولية وحسن التربية. الأمانة في عبادتنا يعني الخشوع والخشية. الأمانة في كلامنا إن احنا نبقى مراقبين كلامنا واخدين بالنا بنقول إيه. الأمانة مهمة جدا، لازم نتحلى بالأمانة علشان نكون مع الصادق الأمين. دايما الرسالات الغالية بتكون مع الأمناء، دايما المهمات الصعبة بتكون مع الأمناء، دايما الناس بندور عليهم عشان نأتمنهم على سر أو على مشكلة أو على فلوس. خليك من الناس دول، خليك من الأمناء في زمن نضر فيه هؤلاء الأمناء. وخلي بالك من علامات النفاق، من علامة المنافق ثلاث حاجات، منهم إذا أؤتمن خان، لما تأتمنوا على شيء يخونه. فهل يا ترى إحنا بجد عندنا أمانة ولا لسه عندنا فيها مشكلة؟ سيدنا معاذ بن جبل كان متجوز اثنين، وفي مرض شديد كان في بلاد الشام، الاثنين ماتوا مع بعض، ولما جه يعني يدفنهم الاثنين عمل بينهم قرعة، مش دي قبل دي، يعمل قرعة يشوف مين اللي تدفن قبل التانية، لأنه كان عنده أمانة في التعامل معهم حتى بعد موتهم. بجد معاني راقية قوي.
سيدنا أبو بكر الصديق في مرض الموت أرسل لسيدة أم المؤمنين السيدة عائشة وقال لها يا عائشة، لما كان خليفة لسه، قال يا عائشة إن هذه الناقة كنا نركبها، أنا لما كنت خليفة كنت بركب الناقة دي، وهذه القطيفة كنا نلبسها، كنت بلبسها، فإذا مت فلا حاجة لنا بها، مش عايزينها، فرديها إلى بيت مال المسلمين فإننا لن ننتفع بها، رجعيها تاني لبيت مال المسلمين لأن المهمة انتهت. فأرسلت السيدة عائشة بعد وفاة أبوها سيدنا أبو بكر إلى سيدنا عمر اللي تولى الخلافة، وأرسلت له الناقة ولبس سيدنا أبو بكر الصديق وحكت له الحكاية، فبكى أبو بكر، فبكى عمر بن الخطاب وقال لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر، أنت فعلا تعبت كل الناس اللي بعدك. من ضمن الأمانة اللي احنا لازم نركز عليها الأمانة في البيع والشراء. اللي بيشتري عربية ولا اللي بيشتري شقة ولا اللي بيشتري أي حاجة يقعد يحلف إن هي سليمة وده يحلف إن دي جميلة ويحلف إن دي غالية، يبدأ يحلف وحتى لو فيها عيب ما يقولش، وده من نقيض الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيشتروا من بعض فإن صدقا وبينا، صادقين في كلامهم وبيبينوا، يعني بيوضحوا لو فيها عيب مش باين، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن لم يصدقا ولم يبينا لا بورك فيها، البيعة تبوظ أو البيعة ما بقاش فيها بركة. هل احنا بنتعامل كده لما نيجي نبيع شقه نقعد نحلف بالله انها واقفه بقد كده وهي وده كلام كذب، او ان انا احلف على العربيه وده كلام كذب، او حتى الموبايل او غيره وده في الاخر كان كذب؟ يبقى اذا دي من نواقض الامانه، يبقى انا مش امين، انا بخون الامانه لان انا عارف انها بكذا وببيعها بكذا وبعمل فيها كذا وكنت عامل فيها كذا، بس بقعد احلف واقول. خلي بالكم حركه البيع والشراء تحديدا بيبان فيها الامين من غير الامين، لان الامانه هنا بتقتضي يبقى المال حلال، انما لو فيه غش، من غشنا فليس منا، فالغش هنا ما يبقاش البيع حلال. النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات كان بيشتري حاجه فلقى الحاجات اللي على الوش سليمه، زي ما نروح عند بتاع فاكهه او خضار، ولما النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده من تحتها فلاها مبلوله، فساله ده ايه ده؟ قال اصل المطره وقعت على الحاجه دي، فبقى اللي فوق سليم، واللي بيشتري طبعا هو بقى بيعبي له فيطلع في الاخر يروح يلاقي الحاجه بايظه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقى البلل ده فقال له لا، اظهر البلل، من غشنا فليس منا. فزي ما ده خدع او كان بيغش الناس في الامانه اللي في ايده، كمان في ناس تانية بتغش في بيعه تانيه، بيعه في عربيه ولا في شقه ولا في موبايل ولا في غيره. يبقى خلي بالكم الامانه هنا بقت عامل اساسي في حياتنا، مش وجهه نظر زياده او تفضل او تكرم من حد انه عنده امانه، لان الامانه هنا هي اللي بتحدد ان انا بتحمل المسؤوليه طبعا، وبتحدد الحلال والحرام. يبقى لو انا كده بركز واخد بالي بقت فلوسي حلال، طب لو انا بعديها ومهم ان انا اخلص من البيعه ديت وما اصلا مش عارف ايه واضحك على الناس، مفيش بركه وبقى فيها مشكله في الحرام بتاعها. طب اللي ياخد دين من حد كان نفسه يسدده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اخذ دينا وهو يريد ان يرده اعانه الله عليه. طب واللي بياخد فلوس الناس ومش ناوي، ربنا مش بيبارك له لا في الحاجه اللي جابها ولا بعد كده، وبقى عنده مشاكل تانية. اذا الامانه في كل شيء، الامانه في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، الامانه في التعامل مع العباده، الامانه في التعامل مع الناس، الامانه في التعامل مع المال، الامانه في التعامل مع النفس. تعالوا نطلع نشوف رساله حب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نكمل، فخليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. يا رسول الله احنا بنستغيث بيك من كل اللي بيحصل، لانه انت لا امرت ولا اللي اتعمل ده يخصك ولا يتنسب ليك. لو اتبعنا سيدنا محمد عليه السلام في كل كبيرة وصغيرة ما وصلنا الى هذا الحد وهذا السوء من الاخلاق. يا رسول الله اللهم صل على محمد، الله مصر هذا البلد ويجعلها آمنة. أتمنى الشفاعة يوم الدين يوم القيامة إن شاء الله، وربنا يعني يعيننا على ديننا. ودعاء المفضل بالنسبة لي اللهم أمتنا على الإسلام ويشفع لنا الرسول يوم القيامة. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيع المسلمين، وبندعي للأمة الإسلامية أن يرد تعدل حالها. اللهم شيل الغم والهم عن مصر يا رب، وارفع مقتها وغضبك عنها يا بركات رسول الله في أحباء الله سبحانه وتعالى، وبقى للبيت أن يرفع المقت والغضب عن مصر وعن شعب مصر، وأن يعود الأمن والأمان لمصر يا رسول الله. كم كنت آمنا بشعبك
فإن شعب مصر شعب طيب أنزله الله في القرآن وذكره في كل مكان، فلا يصوب مكروه، اللهم لا يصوب مكروه، اللهم لا يصوب مكروه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابعتوا لنا رسالة حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم على صفحتنا على الفيسبوك اللي موجودة قدامكم على الشاشة، وخليكم معنا من سفراء الأمانة. وصيتنا النهاردة ثلاث حاجات. الحاجة الأولى الصدق عند البيع والشراء. لما تيجي تشتري حاجة خليك صادق، انت معاك مبلغ معين ومش هتقدر تكمل قوله هكمل خلال قد ايه، او لو انت بتبيع حاجه خليك صادق وامين وتاكد، لو انت حتى بتبيعها بفلوس اقل لانها كانت اتخبطت ولا فيها مشكله تاكد ان ربنا هيعوضك وهيبارك لك لانك كنت صادق، والنبي قال بورك لهما. يبقى واحد الصدق عند البيع والشراء. رقم اتنين تحمل الامانه الخاصه بالاولاد او الخاصه بالتعامل في العمل. يبقى انت عندك امانه اولادك ربهم كويس، وعندك امانه لو انت بقى لسه ما اتجوزتش فعندك اب وام، او عندك اب وام وحتى وانت متجوز ولسه عايشين عندك امانه فحافظ عليها حافظ عليها. والحاجه الثالثه التعامل مع رد الامانات الى اهلها. ان الله يامركم ان تردوا الامانات الى اهلها، اذا ائتمنك حد رد له الامانه كامله. يبقى حاجه رقم واحد الصدق عند البيع والشراء، رقم اثنين حافظ على الامانه اللي هي نفسك او والدك والدتك او التعامل مع شغلك وعندك ضمير، الحاجة الثالثة اتعامل مع المال ورد الأمانات إلى أهلها. دي كانت وصيتنا ودي كانت حلقتنا في سفراء الأمانة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.